إلهي سبحانه وتعالى مركل إسكوكا يسوع إليي إنغو إن شاء الله تعالى بلابنين كتابك نوس عدي أوها التجريد لأحاديث الجامع المسند الصحيح وعكب اللابن دونا إن شاء الله تعالى كتاب الجمعة. قال الشيخ الحافظ قال الشيخ الإمام الحافظ الحجة أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح قال كتاب الجمعة باب فرض الجمعة لقول الله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله فالناس لنا فيه تبع اليهود غدا والنصارى بعد غد. صلاة إيو وحياله مسائش كتعلقي إيو أنواع الصلاة أيان كسو دحجرني وحان سوغرني كتاب الجمعة الجمعة سيد الله قد وقعي وسيداس جيمك يميمك وقال قدية الجمعة وحاك له ليره هذا الجمعة وميمك الرباء يدنا واللغة صحيحة وسيدان كو هذلنا النبو أن ردهنا ساسبان ردهنا ومن أيام الأسبوع بيكمتها الجمعة ذو لكن من أفضل أيام يعني أفضل أيام الأسبوع بيتها ما المهي أقفضي بلانتهي ولما هو سيد الأيام شيخ وحو عبري باب كما عبرين كتابك عبري كتاب كتابك وحو أروريي مسائل فربضا مسائل فربضا با كتابك سوه سكليس مركز جمعة وحي هاي مسائل آد وفربضا با هاي مسألة كستنا وبابي سنة يا باب وكاديغي أبواب تان أركي دونه وكتابك سو دي سكوسو أروري دونه آد وترضى بضا باب كستاهي وحوكتاغي هي مسألة مركب مسائل بدل ما دام اي جمع او جمعيي ايو كتاب كدغي كتاب الجمعة مركب حدنا وحو اجيدا بيان احكام صلاة الجمعة جمعة الصلاة بيلادة هي وخاصة صلاة داسي مركب حالا يا بعدتك قاركود اني افهمان ظهر كيو لا سوق غابية اني تهي ماها وصلاة قولي دي اتاقن وسيدة وفرضة الله برحق عضوضة مركة صلاة الجمعة أحكام تيدا أيو شيخ كهل دونا إن شاء الله تعالى أحكام تكلية مهم مسائل بضم بيلا هاي وحي لا هاي آذاب أحكام يا آذاب بوالا هاي وحي كلا إلا هاي خصوصيات أقونية وشمعة لا هاي نواجرا مسائل شاه صورنا أحكام تيدا إيو آذاب تيدا إيو خصوصيات كيدو إذل أبواب تنصو الصعضة أيو كشيقي دونا شيخو هي أحاديث أو أبوابها سو 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 هز قليل دورة. مسألة أقوله الرأي كهلا يا أبا بيستي باب فرض الجمعة. يعني جمعة ذو صلاة جمعة ذو إنه فرض صحيح. إنه فرض صحيح واجب. أو سيدي إذا أتاجن. باب كاسو باب يستي. وعود للشري أيضا هي حديث ككدم بيا لقول الله تبارك وتعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة آية يقول دم بيسي أو إمامك نقول تجيي فقعدي دم بي آية إذا آية داني من سورة الجمعة إذا نودي يا أيها الذين آمنوا إذا نودي هدي لو آدامه للصلاة صلاة هدي لو آدامه
من يوم الجمعة ما أنت جمعة صلاة الجمعة هدي لو أدامه ود أدام كأدم قشان فسعوا صعدة شغل ككلائي أمورها كرض هيسان للجوجية دقائق مساجد كأي ماشاء الله إنك غير يا صلاة آدا إلى ذكر الله ذكر إلهي آدا كلمة ذكر الله وحلو جدا وصلاة هي خطبتي خطبة وذكر إلهي ووعد بكجرة يا مواعيد يا إلهي الله حصه مركا أنت الصعدة وذر البيع بيعنا كتقا قناعسك يا بيع يا كسب كالدنيا ومعاش كاغا يا مارتن رش هذا كسبنا يصير كالنقاق الباب هذا حر ذكر إلهي هذا ذلكم سداس إن الهوشين يمرهن وكررن أنت اللابتان الصلاة آدان يذكر إلهي بخير إذين خير بضن لكم أدينك الدنيا هي آخر رصاصة إذين خير بضن آخر رصاصة إذين خير بضن هو ذكر إلهي عبادة دي هم بعض الدقاق يد آدي وسبب النقون إيسا إن إلهي سبحانه وتعالى جنة دي أكد حلسيه ما نتقيامه نرشي دائم كهيدنا يدو دمانين مدكالة قفكم مركب حوى أدو ضاعدي إلهي آدو وواجباتك يا فرضك أسوقته ومركا كبعد وأصول الله بتشؤنتي سي كلا يكسب كيسي إلهي بأو بركيني أو حكدن بيس آيادة فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله نعم ذلكم خير لكم إن كنتم هداتهن تعلمون كوا وحب علم اليقين هدي آد هاي ستان أكتهين رب نمو أكتهين ذكرك إلهي هي ضاع عديسة إن أدو صعوتان أيا إن كان خير بضن إن أدنها كلو أدو يأتكم مشكوشان بل صعوتك حتى مساجدك اللا آذى يسامه وكو حسابيهن أجر يا ثواب ضن بكو صعوتا نعم آية دمرك وحن كفهمينا إن أي صلاة جمعة أولا آذه إن أي واجب تحي مركا أبوهر صدح ميلاد بين نغتو سينيسا يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة إذا نودي للصلاة مركتا أذانكم مركا وحكم دي هاي وحيارها خاص كوؤه فرضك صلاةها فرض كبه لو آداما سوما صلاة كسول لو آداما هي وفرض وواجب ما دام جمعة دي لو آدامي وآذانك أنو مقلينو أذان كاسي وحنة السنية إني فرض صايم حيا لي أذانكو ووحيا لها خاص كوا فرض كي واجبك ما شكل إن جت السنية سوى قوله تبارك وتعالى فاسعوا صعدا سعي جن وحكة السنية هي أمر كاس ولب فاسعوا الأمر بالسعي صعد كاد أديت سلادة وحكة السنية على الوجوب أمر كسيدة بضن أصل كوحاء إنه واجب كتوسيه إلا إني قرينه إيا دليل كتوسينه إيا إن وحكا للولجي إذا إماشا تعلمه إيا مركا أصل كبال وحن باريا فاسعوا با ولي بالله عبري وذروا البيع هذا نوح عليه وذروا البيع بيع كتغا ولأجل ذلك علماء حير هذا آذان كدنب وإمامك من بركة سارية خطيبك آذان كاسي هدو بالله مور دعوه وحي كدم بي بيع على قضاه وحران وحران لا بركة فيه لا بركة فيه وحيرا يسا ودقاغا يسا دكان تقول دقاغا يسا مركب بيعي ومباحها أيا الحرمي هذا وحكا لنا لو محرمين إلا بقيتان لقى بقى يوشي واجب تقيتان كسينو خلافه واجب إيا مباح مركب يمادان كيال هور مريني واجب كالهور مرنعي نعم يعني انت صدام بي اي كوغوط السنيسة آيادو صدح واجب اي نوغوط السنيسة وندها اي سعيغا اي باعي اولا يريكتها دبادي دينا ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون حثبا كجري اي كبورين لجعلي سين اي ضاعدي اي ذكري الهينا نصعنا حديث كمرك وسؤالي بعد الآية وحديث أبي هريرة أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أنه أبو هريرة
samica wuu maqlay rasuulallaahi sala allahu calayhi wasalama, rasuulkii ilaahay buu maqlo yaquulu odhanayo, naxnu annagu alaakhiruuna, waxaanu nahay kuwa dambeeya. Yacni wuxuu ka wadaa nabigu sala allahu calayhi wasalama zamaanan, zamaan ahaan baan u dambaynaa, lianna ummatu muxamed sala allahu calayhi wasalama aakhiru lumam, ummadahay ugu dambaysa. Assaabiquuna baanu nahay kuwa hormaray oo awaliin ah, yani xagga manzilada iyo fadliga. Nacam, maalinta qiyaami, yowma alqiyaamati, maalinta qiyaami, ummatu muxamed aakhiru lumam fi lwujuud, xagga wujuudka iyo adduunyada iyo zamaanka ummadahay ugu dambaysay, soo ma? Xagga fadliga iyo manziladana ummadahay ugu horeysaa oo safka hore bay tahay, caaradkay ku jirtaa. Bayda annahum iyaga, bayda annahum ay gayra annahum, yani damiirku wuxuu noqonayaa ummadihii annaga naga horreeyey oo ambiyada loo soo diray oo ilaahay kutubta usoo dejiyey ay ugu dambeeyeen yahuudiya nasaara, ilaa iyaga oon ummaddii muslimiinta ka horreeyey oo ku xigay. Ummado badan baa kasii horreeyey, qowmu nuux baa ka horreeyey, oo ambiyadii waxa weeyaan nuux, nabiyullaahi nuux laga soo bilaabay ilaa nabi maxamed sala allahu calayhi waalihi wasalam, rusushii ilaahay soo diray ummada hud yadhan waa naga horreeyeen. Bayda annahum ay gayra annahum, kalimatu bayda bimacnaa gayra, gayra annahum uutu lkitaaba, kitaabkii baa la siiyey, min qablinaa annaga horteen, horteen baa iyaga kutub la siiyey oo loo soo dejiyey. Yacni qofka khayrka kaaga horreeyey sabqiga, oo khayrka kaaga horreeyey fadiilow ku mudan lahaa, laakiin ummatu muxamed baa kasii fadli badan, maca annahum sabaquu, kuwaas iyagoo naga hormaray oo kitaabka ilaahay horteen kitaab la siiyey, haddana ummatu muxamed baa ka fadli badan. Nacam, bayda annahum uutu lkitaaba min qablina, horteen kitaabkii waa la siiyey laakiin innaga ka fadli badan. Waxyaalaha ay fadliga ku mudatay ummadda muslimiinta ahina waa waxyaalaha soo socda. Summa hada yowmuhum, summa hada, ishaaradu waxay ku dhacaysaa yowma aljumuca, summa hada ay yowma aljumuca, yowmuhum weeye waa maalintoodii, alladii maalintii oo furida calayhim lagu farad yeelay, fakhtalafuu fiihi, markaabay isku khilaafeen. Yacni ilaahay subxaanahu watacaala sida qur-aankiisaba ku leeyahay, rabbi tabaaraka watacaala, warabbuka yakhluqu maa yashaa'u wayakhtaar, rabbi tabaaraka watacaala wuxuu rabu abuuraa, wuxuu rabuna ka doortaa. Ayaamahoo dhan waa ayaama ilaahay abuuray, laakiin qaar ilaahay ka doortaa jira. Yowma aljumuca laga doortay oo fadiilo gooniya leh, dadka ilaahay abuuray oo ambiyadii buu ka doortay, bacda alambiyaa mu'miniintii buu ka doortay, dhulka ilaahay abuuray meela ilaahay ka doortay baa jira, soo ma? Sida kacbadii oo kale, ma aragtaa? Sida kacbadii oo kale iyo meelaha la midka ah. Marka warabbuka yakhluqu maa yashaa'u wayakhtaar, rabbigaagu wuxuu rabu abuuraa, wuxuu rabuna doortaa. Rabbi tabaaraka watacaala maalintaa dooran ayaa la khiyaar geliyey iyaga, maalin ay tacdiimiyaan oo cibaadada iyo sharcigii ilaahay ay oogaan ayaa laga dooransiiyey ayaamaha. Rabbi waa ka duflaaliyey maalinta jumcada, sabti bay doorteen yahuudi. Nasaara sidoo kaleto loo daransiiyey axad bay ka doorteen. Ummadda muslimiintaba ilaahay waafajiyey marka, iyagii waa dhumeen, ikhtalafuu fiih, maalinteen doorana waa isku khilaafeen, waa la gafsiiyey. Khilaafkuna waa sharci ogaada. Khilaaf haddaad aragtid, daa'iman yusaaxibuhu cadamu lmuwaafaqa, cadamu lmuwaafaqa la socota, oo isku khilaafeen waa la gafsiiyey. Waliajli dalika nabiga sal allahu calayhi wasalam iyadoo ramadaana ayaa la tusay oo loo kashfiyey laylatu lqadri hamiinkay tahay. Markaasuu nabigu soo baxay inuu saxaabadii u sheego, laba nin oo murmaysuu ku soo baxay, ayagii buu dhexgalay heshiisiintoodii, waa la hilmaansiiyey.
khilaafku waa shar marka wala iska ilaaliya inagu haddaan soomaali nahay noloshayadii qayb ka mid a uu noqday wallahu almustacaan reer bani israa'iil marka ikhtalafuu markay isku khilaafeen waa la gafsiiyey marka maalintii ilaahay agtiisa fadliga ku lahay oo sabti bay doorteen uma haada yowmuhum waa maalintoodii fadilnayd alladii maalintii ufurida calayhim lagu farad yeelay yacnii la durransiiyey inay qaataan faikhtalafuu fiihi markaas bay isku khilaafeen yahuudina waa isku khilaaftay waa la gafsiiyey nasaarana sidoo kale fahadaana allah ilaahay baa innaga nagu hanuuniyo na waafajiyey nacam fadaaisha marka muslimiintu inay ka fadilan yihiin ummadihii hore waxyaalaha u keenaya waa azmaantan faadilada ah buu ilaahay wada waafajiyey jumcadii baa ilaahay waafajiyey laylat lqadri baa ilaahay subxaanah wa tacaala waafajiyey soo maaragtay bilo badan iyo cibaadaad fara badan oo ayaguna fadilan oo ilaahay ummadda muslimiinta waafajiyey baa jira ummadihii dhan kaga wada hormareen markaabuu nabigu yidhi sala allahu aleyh wasalama fannaasu lana fiihi tabac dadku annagayna daba joogaan waa naga dambeeyaan gadaalay naga jiraan caaradkaan nahay annagu alyahuudu qadan yahuudi waa beri wannasaara bacda qadin nasaarana waa beri ka gadaal beri dambe hadda maanta jumca inoo ahayd soo maahay waa midda ilaahayna waafajiyey walilaahi alxamdu calaa dalik yahuud ciidoodii waa goormaya maalinta ay weynaynayeen waa beriyo sabtiya soo ma nasaarana waa beri dambe axada idan marka muslimiinta caaradka ku jirta marka nacam idan marka xadiidkani dhowr macnaba waa ka qaadanaynaa jumcadu inay farad tahay waa ka qaadanaynaa sababto tee lafdiga xadiidka waxaa ku jira hadaa yowmuhum alladii furida calayhim faikhtalafuu fiihi way isku khilaafeenoo waa la gafsiiyey fahadaana allah markaasaa ilahay nagu hanuuniyey yani faradnimadiisii idan waa farad yani salaada ciidda ee salaada ee jumcada iyo khudbadeeduba waa farad waa waajib iyo fadiilada ay maalintaasi leedahay iyo fadiilada ummatu muxamed labadaba intaaba waa ka faa'iidaysanayna baabu fadli lghusli yowma aljumucati wahal cala asabiyi shuhuudu yowmi aljumuca aw cala annisaa babkanina masaa'il kale iyo aadaab la socota jumcada iyo salaadeeda ayuu ka hadlaya waa laba masalo masalada koowaad fadlu lghusli yowma aljumuca maalinta jumuca waa loo maytaa waa lasoo maytaayo waa laysi soo hagaajiyaayo waa laysi soo qurxiyaayo waa laysi soo nadiifiyaa sababto ay tahay cibaadadu waxay aad iyo aada ugu macaan tahay inaad gashid calaa akmali alaxwaal xaaladahaaga midda ugu kaamilnimada badan inaad cibaadada ku gasho walaa siyama jumcadu dadkii oo dhan bay jamcinaysaa ay soo wada kulminaysa marka adigoo si isaga muuqaalkaagu u liito oo laga yaababa inaad soo shaqaysay oo dhididkii iyo wasaqdii iyo wixii ay kugu yaallaan raa'ixadaadu ay dadka dhibayso inaad timaadaa hila adoo soo maytay oo soo saliidaystay oo soo baraafuunsaday oo isi soo nadiifiyey oo dharkii aad heli kartay kii ugudu quruxda badnaa soo qaatay baa la soo aadaa masaa'ishaasoo dhan kulli waa inoo iman doontaa marka marka mayritaanka inay fadli badan tahay baabu fadli lghusli yowma aljumuca imaam albukhaari hadda wuxuu cabiray fadl baabkii ka horreeyey wuxuu yidhi farad buu cabiray haddana fadli buu cabiray jumcadu inay farad tahay waa waajib inay waajib tahay waa mutafaq khilaaf ma jiro laakiin qubayska loo qubaystahay ma waajiba mise waa mustaxab muakkad ah waa la isku khilaafay maadaama la isku khilaafay waa mustaxabna ma oran waa waajibna ma oran shayga ay isku wada waafasay xataa qolada oranaysaahi waajib ma aha inuu fadli badan yahay way qabaan soo ma masalada marka laiska waafaqsan yahay waa fadligeeda fadli buu qaatay marka mataahaad kale iyo dhib kale iyo dood iyo akhdi iyo raddi midna ma dhex aadin baabu fadli
الغسل يوم الجمعة ما أنت جمعة قويس كيدو إنه فضي بديه هاي أي أبابيه هاي تاسوا مسألة مسألة الله بعض خطبة يكو واجبته خطبة وحنا إلى جمعة يكو واجبته جمعة وحيكو واجبته رجع هؤلاء كواجبكم معه وحين واجب كتها هاي رجع بالغين تا مكلفين تا عرورته واجبكم معه وحي واجب كتها هاي قفكم مقيم كا مسافر كواجبكم معه وحي واجب كتها هاي رجع أحرارته أو حرته أضامها واجبكم معه إذا الشروط ما هي نقطة يعني كل المسلمين تعدل لها الله يا يعني رجلك بالغ مقيم كا حرطة ومسلم كابي واجبك طيب قلدي أن واجبك كؤهين هذي سوى حاضران مكان صحي وكان صحي عرفت هذي سوى حاضران وكان صحي هوينك هذي سوى حاضران وكان صحي أضومه هذي سوى حاضران وكان صحي مسافر كذي سوى حاضره وكان صحي لكن واجبكم معه لكن واجبكم معه سيدة أدرت هذا مركز السؤال كانوا وهل على الصبي شهود يوم الجمعة على الصبي ما دام لا يري يعني واجب ما كنت هيوي يعني حضور الجمعة واجب ما كنت هي عرورته يعني إياها وينك جوابته ومايا جوابته ومايا لكن هديه ما دام وكان سهل نعم نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل نافع هو مولى ابن عمر عبد الله بن عمر موليه سيوي أردي سينا وأها أردي سينا وأها وحبضا بوكوريا انبضا انبضا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عبد الله بن عمر أي كوري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي قال وحويري إذا جاء أحدكم أحد أذنك إذن كمده هدو يمادو الجمعة جمعة هدو يمادو فليغتسل همرتو همرتو يعني جمعة مركو سوء هذا يبا هسوء ميرتو نعم طيب نبي وحويري أحدكم خطاب كوحو كسعلا سيدا بضان الخطاب الشرعي موجه إلى الرجال خرقو كجهي سيئة مركا ورقو رجلنا وحالا إلى هذا قفك بالغة الصبي ليس رجلا الصبي ليس رجلا بدليل قوله تبارك وتعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين يعني محمد ما أهانن خرجين من أبوه تام عنه هذا النبي ذكر بمقال المياه ودلعي أولادي سذكر بكجرتي لكن ماتوا صغارا ولم يبلغوا أيوة عروره دنتين من غنقارين إذن الرجل هو البالغ مركه وحال الله الله يورقة رقة بالغين تاب على الله الله يا إذا جاء أحدكم أحد أنك إذن كم ذي هدوه ماذو الجمعة أي إذا أراد أن يأتي الجمعة وين سيدا لو قدرا وإلا غفو مركو جمعة ذا يماذا مساجد كي يماذا كبعد قبيس مدونا نيو مركو هرو صوبح ايو هو سوء هذا يمار تمحوها جمعة ذا مصوم ميران ايا إذا جاء أحدكم أي إذا أراد أن يأتي إلى الجمعة هدو دون إنه جمعة ذا يماذا فليغتسل همرتو هذا فليغتسل وأمر أمر كان أصلك وواجب نمو إذن علماء واجب سي قبيسك ما نتا جمعين لا مرت واجب سي أدي الذي دلشنا يعني كل جيهم بكم بدي أمر وهذا أمر كذا يعني للوجوب هديك له وللندب والاستحباب حديث كصوص على إنه سجن تاع إشاري دونه طيب سؤال كلامك
caruurta iyo haweenkan ayaga jumcadu ku waajib ka ahayn hadday iyagu yimaadaan waxaanu nidhi way ka ansaxaysaa tayib iyaguna ma soo mayranayaan ha waa soo mayranayaan ilaa fadiila iyo fadli badan baa ku jire سالم بن عبد الله بن عمر عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب بينما هو قائم في الخطبة يوم الجمعة إذ دخل رجل من المهاجرين الأولين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فناداه عمر أية ساعة هذه قال إني شغلت فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين فلم أزد أن توضأت فقال والوضوء أيضا وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل سالم بن عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر ويلكي سيوي عن ابن عمر رضي الله عنهما أبيه ابن عمر بكوري أن عمر بن الخطاب عبد الله بن عمر نأبه عمر بكورنيا إذا صدح هذا الشيء أي وحكى لورنيا سصمة سالم بن عبد الله يروي عن أبيه عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر يروي عن أبيه عمر بن الخطاب مركز سيدة أنا وكلا سنة كؤي مادو علماء إسلام كأهل الحديث ك آد بقيموين أقف لسا وحير هذا المركان وكلا ذرية بعضها من بعض وضدس للي وبدس للي خير كيف على سكر راعي والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألعقنا بهم والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم ولا ذريتهم ذريتهم ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء نعم marka waa qiimo weyn aad bay u qiimo badan tahay runtii marka waxaa la yiraahdaa riwaayatu al-abnaa an al-abaa wa bab dan mas'ala dan ma'ruf wa huwa mustalah ma'ruf wa riwaayatu al-abnaa an al-abaa tayib umar marka wa abdullah ibn umar ba wuxuu leeyahay anna umar ibn al-khattab baynama huwa qa'imun fi al-khutbah umar taagan ala al-minbar وخطبتي كدحجرة يوم الجمعة مال الجمعة إذ دخل رجل نمبا سوق علي مساجدك داهي نن داهي با مساجدك سوق علي ومن المهاجرين مهاجرين تي ولي الأولين مهاجرين تي هرع من السابقين الأولين من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحاب النبي كم ذا فناداه عمر عمر بأوي يا ري وكيري أية ساعة هذه وساعد ساعدة صعطة إلا جمعة سيدنا إيمان دونتا لابد من المبادرة إليها وإن لو دقدقو ووقت هر اللي يمادو ومالين تادو ومالين ويني شقوين كالولا ندع على سكدقو ساسي أهي وصود أهي إمام كيو خطبين يبو صوق علي مركا عمر وعنانا يا ينكر على ذلك ينكر عليه وكو انكر يا ردا سو كو انكر يا اية ساعة هذه ساعة صوتها واتي فضيلة ذي اول شو معاذ اي لهي نكي با مركا وحكو جوابي قال وحيري نكا لشيغا هنا وعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه لانه كان من السابقين الاولين دتكي هري إسلامي بوها ومن المهاجرين الأول قال وحير إني شغلت وحوائي مشقولي هول بنكودا هوي مشقولي سي فلم أنقلب صوم اللابا وقرقي كمصو اللابا إلى أهلي أهل كيجي قرقي كمصو اللابا حتى سمعت التأذين إلى أن أذنك مقلي أذنك بكبرى رويبير مركن آذان كيم مقلي أنا قاعد إني جمعتها هاي فلم أزيد أن توضأت وحكى لك كما قالين إن أنوي سيستكليه وسوي سيست وسوي أرضي قبيس كما قالوا سما قبيس كما قالوا
دي قفكنا هدو هلمام ومعذور وأقيم الصلاة لذكري نعم ومعذور. فقال وحير عمر مرك والوضوء أيضا هذا ما هو سكليات كوكاب ستي مركتها هذا صوت داهي وقال الكيمت يا ذو سكلية كوكاب ستي ومرت محوها أم بصوم ما يرمى مرك هو تقصير إلى تقصير مركتها وعنان لبعض. وقد علمت والحال قد علمت أد أوغاتي إن الأوغاتي نبتهي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي كان إنه يأمرك أمر بالغسل ما يريتانك كي أمره إذن لبا تقصير إنه داهي ووقت حتى ملائكتي أي صحفتي يورغديها يكون قري سيدتك سوى حاضرة يسيئسو كله الرئيين يأجر كودي ثواب كودي أي لابين أي أعتمد فضيلة يوم الجمعة تبكير كيدي يدق دق كيدي وكل رافتي صلاة الفضيلة دي ما رافين لكن جمعة اللود دق دق فضيلة قونية له تاسي وكل رافتي فضيلة الغسل وكل رافتي والله الله بيسكو درس. إذن مركع عمر وحكو أنا يا فضيلة كتكتي عثمان مركز جمعة سوى أنصح ذي سبان صوم ميران أنصوق وبيسن سيدا درت هذا مركز حديث كان وحيد وحد اللي شنيا قال الله ترى غسل يا قبيس كجمعة الله قبيس هي واجب معها لكن هو مستحب فضيل هو أد فضي بدن قال الله ترى بعد يدليل وياها مركز. عطاء ابن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. عطاء بن يسار مولى ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث وأم المؤمنين أها مولاه ديوي نعم عن أبي سعيد الخدري صحابي أبو سعيد الخدري بكورنا رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي قال وحيري غسل يوم الجمعة ما لنت جمعة ما يرشد الله ما يرته واجب واجبوي على كل محتلم قف كستوق أنقارة إلا قفك قنقار كاهي سوام با واجب واجب كوي هاي سوام با واجب جمعة دا واجب كوا رجل كقنقار كا جمعة دا واجب كوا بره قفك جمعة دا كو واجب تاي قبيس كيدنا وكو واجب هذا واجب عبري لفظي قاس واجب على كل محتلم علماء أوران يسمرك ما يرشدوا وواجب مركي الله إضافي حديث كي عبد الله بن عمر فليغتسل هم يرتو أمر كأها مركي اللوغي يو لنا عمرك كفد وحيو علوستها إنو واجب يهي إنو واجب يهي. باب الطيب للجمعة ومسألة كلا وآذاب تجمعة كمدة إلا آذاب بضن إيو مسائل بضن وأحكام إيو خصوصيات با أيها كتشر جمعة ذي عمرو بن سليم الأنصاري قال أشهد على أبي سعيد قال أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم وأن يستن وأن يمس طيبا إن وجد. قال عمرو أما الغسل فأشهد أنه واجب وأما الاستنان والطيب فالله أعلم أواجب هو أم لا ولكن هكذا في الحديث. عمرو بن سليم وتابعي عمرو بن سليم الأنصاري قال وحير أشهد وحن مرخاتك أهي على أبي سعيد قال إنو يريه
إن أبو سعيد الخدري أويري أيان شاهد كأها أبو سعيد المحويري أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرسول كإلهي من شاهد كأها قال إن أويري وحي كمتها سيغوي كنوع عاصو كليتا مصطلحا مركي لآذو مسألة ليرادو المسلسل المسلسل ما ركتا يعني نكال ليرادو عمرو بن سليم وحو عبري أشهد أبو سعيد وحديث النبي كورنا ينسقن وحو عبري أشهد مركا عبارة صحة ليرادا عبارة مسلسل دائما نوحي قشا سيغ الأداء سيغوينك لغوري حديثك إي حارضها كره وسيغ الأس لحير ارتبعي قشا أما قولي بي نقون كرتا أما وحي نقون كرتا فعل بي نقون كرتا أشهد على رسول أبو سعيد بوحي رأسقنا أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنوحا شاهد كأهي رسولك إلهي إنو يري الغسل يوم الجمعة واجب ما يرشد ما نتجمع الله ما يرتو واجب إني تهي سيدا إنو النبي قيري أيانا نشاهد كأه على كل محتلم قفك استو قنقارة محتلم كوقفك قنقار كوي نعم وأن يستنى إنو صوع علي صلاة نعم وأن يمس طيبا ينو برافون صوم مرصدة إن وجد هدو هلا هدو هلا هدو نهلين ما عليه شيء قال عمر وعمر بن سليم وأحمر زمحون راوي الخبر راوي الخبر كورين يا أبو سعيد أيا وحيري أما الغسل فأشهد أنه واجب ما يرشد الله ما يرتاهي وحنقر يا أن شهادة كفر يا إني واجب تهي يعني واجب إني تهي نعم وأما الاستنان والطيب لكن عضيسك إيو برافونك فالله أعلم إلهي بأب أواجب أم لا مواجب مسواجب ما ولكن هكذا في الحديث ساسي حديثك كسو أررت إلا وحالقو عطفي قبيسكي صمى قبيسكي أسويري أما الغسل فأشهد أنه واجب بيكو عطفانتا والعطف على واجب محون نغنية يعني معضوف كيبو لا معضوف عليه كيبو لو ذا جاي حكمك صمى معضوف عليه أي حكمك لو ذا جاي مر هدي قبيسكي ليري وواجب والاستنان والطيب كذلك واجب إن وجد وإلا لا ينزل إنه يهي يعني مستحب مؤكد وفضي سؤالي العظيم يهي نعم باب فضل الجمعة تنمى أنت جمعة هي صلاة جمعة هي أكله هذا الله كله والله دق دقه فضائش أي لذا أبو صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرنا ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكرى أبو صالح السمان أبو صالح وكن يديس كنية كنية وحال إذا لوحي أبا لقو باللابو أما ابن لقو باللابو السمان واللقب واللقب السمان يعني كان يبيع السمنة سبقوا إيبي تشري لكن مجعي سوحويا ذكوان وحسن مشهور كيه يكون يدي سي اللقب أبو صالح السمان
أبو هريرة إن بلا وحكا وريا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وتابعي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحو يري من اغتسل قفك ما يرته يوم الجمعة ما انت جمعة أم يرته غسل الجنابة أي غسلا كغسل الجنابة ما يرشو ما يرشد الجنابة وكالتاه صنع ما يرشد الجنابة وواجب من أنصح يسوه إلا بتعميم البدن بالماء جسد كور من إني بيه قاران موي هذا مال أن كمده أي بيه لمن يهين إن قارين ما يرشد سما أنصحين مركب ما يرشو مثبت أه وصغي وصفي عن أم يرتي سيدة جنابة وكالة أم يرتي ثم راحة مركا كبعدنا سعودية تقي آدة صلاة دي مساجدك ماشي الجمعة اللي قلت كان لها مساجد دي في الساعة الأولى ساعة لها هراء آدة يا ماشي قلت جرته فكأنما قرب بدنه وابا إساقو نيف جيل قري وضدك مساكين تاو قيبيي نيف جيل هي اللي بكسوا بدنية يعني قرية لن أما وحاويا ومضبن وكف ليه مساكين قاجيسا والنف قيل أوقشي أجر كذي ثواب كوضو الله يعلم تلقي أظن وحب الصدقاء سمين إن أنت إزدياري سي أوض ميرتي أوض برافون ستي أوض برفي عن حيرتي أتسا أظهر مساجد كي أدي ساسي لمتا أجر كاسو كلاكو حصلي ومن راح في ساعة الثانية ساعدك حكتي كدبيسة قفكي التقانة ومساجد كآدة فكأنما قرب بقرة نف رؤى قف قلي وصدقي أي أيوة لمدية ومن راح في الساعة الثالثة ساعد كسيدا بيس صدحاد فكأنما قرب كبشا وبيسق ون قلي أقرنا ون جيس له ونكم مركو وينادو جيس يشو وهي البدنية وأنا نفع البدنية نعم ومن راح في الساعة الرابعة ساعد أفراد قفكي بحنة أو تقى مساجد كآدة فكأنما قرب دجاجة حبد دقاقدة قف قليب اللمدية أجر كيسو انتابوا الليقية أو صدقيه ومن راح في الساعة الخامسة ساعد الشناد قفكي آذنة فكأنما قرب بيضة قف إلهي ودوادي أو صدقيه حبد أكون انت ساودن بيسا مركا أجر كي ثوابك وحين انت أكدن بي مركا وإمام كي باسوق لي نعم فإذا خرج الإمام إمامك هدو صابحه ومركا أمين بركفوله حضرت الملائكة ملائكة ويسو حاضرتا يستمعون الذكرى يقول ذكرك يوعدك وحكدك يسنية ملائك بقى الباب ده مساجدك الباب دي سفر لسا وضدك الديوان قليني سي قريسة الأول فالأول سيد الله سوك له الرئيو ونوال بأجر كسية ثواب كيس قريسة مركز ساعد الشناد لماته وحي كدن بإياهي ما حين نقوني حين نقوني إمام كيف أصبح حاضري ساعد هذا اللقاء الله يهي ساعدنا أنا نبه هذا حسابنا ما صلاة الصبح مركي انت لا تكذو قريه لقون نقضه ومارتي محوها لصوم ميرتو والله إسو صوت دياريو مركي أقوه الرسو قفكو إيمان كرو وحين نقول إسا ساعة سبعة وأنا قطع يضع أحسوما ساعة ثمانية ساعة ثلاثة ساعة أربعة ساعة خمسة انت سويحي كدب يا خمسة يا دقيقة لنا إمام كارفولة يمين برك سوما مركي قاركود مرارك قاركود مركا ساسو كلاما مركا لوجيدا وقت ان زمن كان لوجيدا سيدا الله سوكا هرعيو مركي مركا امامكو انتو من بركا فولو وخطبة باللابانا ملايكتي صحفتي دي باللابانا يسا وانا سو حاضر يسا وعدي ايا ذكري ايا خطبة دي وحكا دي سانيا قفكي مركي امامكو ومن بركا فولو كدب صغرا لا يدخل حتى في صحف الملائكة مركا جمعة دي سواء صح دي لكن فضيلة بضم بضيعي وحبا ذنبا كتغي
innaga marka meeshaas hadaanu dul istaagno maalinta jumcada oo kale ka soo qaad. Dadkii waa la wada joogaa meelaha makhaayadaha lagu qaxweeya, la wada fadhiyaa, waa la sheekaysanayaa, been iyo barbagaanda la beegayaa, nin walba saacaddu fiirinayaa, ma aragta aadaankaa la sugayaa. Aadaanka markii la maqlo ayuu markaa kabacdi intuu shaatiga laalaabto oo maalka la yidhaahdo qaato, muxuu ahaa dhaqaaruuro yaro biyo laga cabayba way sa raadsanayaa. Marka kabacdi qofkaasi faatat ilfadiila, fadaa'il badan buu dayacay, fadaa'il aad u badan buu dayacay. Idan marka aan wadcigayaga iyo dhaqankayaga wax ka bedelno, aan wadcigayaga dhaqankayaga wax ka bedelno oo aan u degdegno daacada, inaan u degdegnaa khayrku ku jiraay. Naam, xadiidka marka wuxuu noo faa'iideeyey sida loo kala horeeyo masjidka xaadiritaankiisa baa loo kala ajar badan yahay. Naam, iyo weliba maalinta jumcada loo mayrto mayrashadaasi fadliga ay leedahayna waa ku jira xadiidka. أبو سلمة عن أبي هريرة أن عمر رضي الله عنه بينما هو يخطب يوم الجمعة إذ دخل رجل فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما تحتبسون عن الصلاة؟ فقال الرجل ما هو إلا أن سمعت النداء فتوضأت. فقال ألم تسمع النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا راح أحدكم إلى الجمعة فليغتسل. أبو سلمة مقعيس وهوي كيديس مشهور كيهي مقعيس وعبد الرحمن نعم أبو سلمة كيديس مشهور كيهي ولعل كنيته اسمه كنيته مقعيس بو إني كنيدي ستهي. أبو سلمة وهو ابن عبد الرحمن بن عوف. عبد الرحمن بن عوف بعد علي صحابي جليل كها ومن العشرة المبشرين بالجنة. نعم عبد الرحمن بن عوف نوحوي وقرشي زهري وزهري من أخوال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. النبي قبتيال كيسي هاي زهريين. نعم مركا أبو سلامة بن عبد الرحمن بن عوف أي حديث كو حكورنا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن عمر رضي الله عنه عمر بينما هو يخطب وقت أسو خطبين أيوه يوم الجمعة مال جمعة سو خطبين أيوه من بركة سارا إذ دخل رجل نمبا صغري فقال عمر وحو فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه عمر باوحو يريه لما تحتبسون عن الصلاة ما حد صلاة أغدا هيسان صلاة جمعة وحق يدو أها إن لو سود دق دقو لماذا تحتبسون وتتأخرون ما حد أغا حبس ميسان أغدا هيسان. يعني عمر مركا هذا الكسي عام أبو أيري لكن يا لو لجهدا نكان دهاي داخل كاسوق لي نكيب أحد الله إلا وفهمين أسقى لو جهدا. فقال الرجل نكيب وحيري ما هو إلا أن سمعت النداء توضأت. يعني أرنكم معها إلا إن أن مغلي آذان كي كبر رقي وأن ويسي سوى صو أرض المرك يعني قبل أن يغتسل ما يمكنني أنا ما يسو رجل إن بيرتو. فقال وحير عمر مركا ألم تسمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم من النبي مغل قال إنه يري إذا راح أحدكم إلى الجمعة أحد أدنك إذن كم ذه هديء جمعة آذيه وأودون إنه جمعة آذو فليغتسل هم يرتو تمينا المقل. يعني احتباس وجمعة دي اللي قدها هاي واللي راح باسمي هي عدم الاهتمام بالاغتسال والله وكل الضرن تاسمه مركا كعنات. وإذا الحديث كنا صهر مري رجل كان لقاها الله يهي وعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه حديث عبد الله بن عمر وعمر كورينا يوي نفتيسي ورواية كراء
أبو هريرة هذا ورنايا. نعم. إذن هل كان وحاكو جيرة جمعة فضلك أي لا هاي سببت أي تهاي هذين فضل لهين عمر كما إنكرين أنا أنت إنكرك وحاكو تسينيسا جمعة إن لي ما دولولا سوى سيستو إني فضل بلان تهاي الله صلى الله عليه وسلم.